السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتي قناة منال سليمان وشعار القناة ميني لايف ستايل. لو انت أول مرة تشوفيني يا ريت بس تدوسي سبسكرايب وكمان تدوسي علامة الجرس علشان عيلتنا تكبر وتبقوا معايا، وبعد ما تخلصي الفيديو على طول تحطي لايك وتحطي كومنت وتروحي على الانستجرام تعملي فولو وكمان على صفحة الفيسبوك وتحطي لايك. ويلا بينا على فيديو النهاردة وهو المشتريات. مشتريات النهاردة من انوياكس. انا يمكن ما اتكلمتش خالص عن ان واي اكس. هو دراج ستور زي كيكو زي مابلين زي ماكس فاكتور، لكن نيكس موجود في كل حته ما عدا مصر. للاسف نيكس موجود بس اونلاين في مصر. لو انت في مصر او في القاهره قولوا لي وصل لكم نيكس ولا لسه، عندكم محلات ولا لا. نيكس من الدراج ستور الممتاز اللي اسعاره حلوه جدا حتى لو مش في السيل. وعشان اول مره اعمل حاجه عن نيكس، معرفش اتكلمت عنه قبل كده ولا لا، لكن هقول لكم مشترياتي وبعد كده هعمل ريفيو عن الحاجات اللي استعملتها. هتكون مشتريات سريعه جدا لانكم بتحبوا المشتريات. اول حاجه كانوا منزلين سيل على الارواج اللي هي الجليتري او اللي هي جليتري، هي طلعت موضه جدا، ودي الالوان اللي جبتها اهم. هو سعره 3750، هو على نحاسي شويه اهو، وده على بينكي بس جليتر جليتر، يعني عايز حفلة، عايز عروسة، عايز تبقي قاعدة في البيت كده وعندك مثلا اصحابك. وده كمان هقول لكم ارقامهم او اساميهم. ميجا شاين ليب جلوس، هو ليب جلوس رقمه LG 127. التاني برضو اسمه ميتالز او برضو ميتاليك، واحد ميتاليك وواحد جلوسي. بصوا هتلاقوا حتى شكل الازازتين مختلفين اهو، تمام. ده جلوسي وده كريمي، بس واحد كريمي قوي والتاني على ماجيك شويه ميتاليك حبتين. دول اول اتنين ارواجهم حلوه جدا يا جماعه. انا ان شاء الله هعمل حلقه كامله بالارواج اللي عندي وهعمل لكم سواتش على شفايفي عشان تشوفوها كلها. جبت كمان هكمل لكم بس كل الارواج. ده برضو من الميتلز. بصوا نفس ال هم عندهم انواع كتير من الارواج، يعني في الجلوس في الكريمي في الميتاليك. الاثنين ميتاليك ده بص جبته كمان الفوش، يعني دول زي بعض غير الكريمي ده خالص، ده حاجه وده حاجه، ده نوع وده نوع. ده اسمه كريمي وده ليب جلوس ميتاليك. نيكس كوزميك ميتلز اهو. جبت اللون المفرقعين دول، بس دول طبعا عايزين صيف فوشيك وعلى لون ذهبي شويه، الاثنين مفرقعين جدا وبيكبروا على فكره شفاف يا بنات. بعد كده براش بلينج، بصوا هي هم هنا عاملينها علشان الحواجب، هوريكم من جوه. بصوا هو جليتر لونه فضي، بتقول لي ان هم بيعملوا بيه الحواجب، حتى العلبه معرفش هتشوفوها ولا لا، شايفين رسم على حواجبها باللون الميتاليك الفضي. فبيني وبينكم قلت ليه طب ما انا اخده واستعمله كلاينر او اي لاينر فضي لما اجي اعمل كريز مثلا. بس البنت قالت لي ان الفرشه بتاعته عامله زي المانيكير. بصوا الفرشه اهي، مش عارفه هتشوفوها ولا لا، اهي الفرشه عامله زي المانيكير كده، فقالت لي دي مش هتقدري تحددي بيها قوي. والجليتر بتاعه بتقول ان هو مش تقيل قوي، لكن طبعا انا تحددتها. اعمل لكم كده سواتش عليها، والله انا شايفاها اوكي اهي ماشي. هما بيحطوه على حواجبهم، فاحنا طبعا مش بنستعمل ده على الحواجب خالص، مش هينفع معانا احنا كمصريين او عرب او خليجيين عايشين في الخليج يعني. قلت لا انا هجيبهم واجربها على الكريز، اعمل لوك كريز واحطه على الكريز بفرشه اللاينر. يعني هستعمل فرشه اللاينر الرفيعه، عندي فرشه رفيعه قوي ممكن اعملها على الكريز ونجربها. وسعره معقول، دينار 750 بعد الخصم بعد 2.5. دي من ضمن الحاجات اللي بروبرو اللي جبتها. وبعد كده من الحاجات اللي بروبرو برضو من الحاجات المعروفه جدا في ان واي اكس الجليتر بيجمنتد دول. جبت لونين غريبين شويه، اللونين دول اهم، دول جليتري باودري. ده يا رب بس الوانهم تكون واضحه. دول سعرهم 3 دينار اهو، يا رب تكون
واحد جنزاري، طبعا الالوان دي مش دايما بتلاقيها، والتاني او مش دايما بتكون بتتحط على طول، فانا بحب الالوان الغريبه. واللون اللي على موف هيبقى حلو قوي في اللوكات الهاديه. ممكن نحط شويه جلو، عندهم طبعا الجلو اهو اشتريته، الجلو بتاع دول ما ينفعش تستعمليهم من غيرهم، ولو استعملتيهم بيطيروا، فبيثبت الجليتر دول تمام. واشتريت كمان اي شادو، الاشادو بتاعتهم اللي هي الباليتات اللي هي الوحايد، بس دول جايباهم هديه لحبايبي اليوتيوبر بتوع اسكندريه، ان شاء الله هجيبها لهم هدايا. اوريكم اللون، هم عاملين باكج كده، هم صغننين بس هتحتاجي طبعا انك تحطيهم في حاجه مغناطه او كده. بص اللون على مش عارفه ده اخضر فاتح، وجبت كمان وفي لمعه شويه شمري اهو، صغنطه ومحندق او الوانه حلوه جدا اهو. المسكرتين دول مسكره زرقاء ومسكره بنفسجي اهو، هما 3 دينار وربع، كان عليهم برضو خصم. ادي البنفسجي وادي الازرق اهو، طبعا هجربهم ان شاء الله واقول لكم عليهم اخبارهم ايه، قوتهم، بيوقفوا رموش، تقال، خفاف، هقول لكم عليهم. وجبت الثلاث ارواج دول، لسه هشوف هستعملهم برضو ولا هديهم هدايا. رقمهم 07 و27 و621. للاسف هم عشان مقفولين ببلاستر مش عارفه اوريه لكم اهو اهو، اللون الاحمر اهو، نعمل سواتش كده اوكي، ده اللون الاحمر. واللون التاني تحس ان هو نود على موف كده، حلو جدا ده. بصوا نوع وده نوع، شوفوا ده مكتوب عليه مات اهو، قولوا له احلى لون عجبكم اكتر. وادي اللون التاني، ده كريمي شويه وده مات، شايفينه على موف كده. بعدين حاجات بجد المات بتاع ان واي اكس هو مش ثابت قوي على فكره، لكن طري جدا على الشفايف خصوصا في الشتاء. على فكره اللون ده نفس اللون اللي مطلعينه جديد دلوقتي، بس مات اكتر، الجديد مات اكتر. ده درجته فيها ML MLS 27، ده الاحمر MLS 27 اهو، ده يا رب يكون. واللي على موف رقمه 621 اللي هو ده 621، يبقى الطوبي ده MLS 7 وده 27، ده 7 وده 27 وده 621. اول واحد اللي هو الشاين دوت ميجا شاين، ميجا شاين، نشوف الوانهم برضو. بصوا يا رب تكونوا شايفينه كويس، اللي هو ده، ده رقمه قلت لكم ده مش بالرقم، لا بالرقم ال جي، ده ال جي 127 اه، ال جي 127. والفوشيك والذهبي الاثنين دول اللي قلت لكم عليهم الميتاليك او اسمه ايه ميتالز كده، يعتبر كام روج؟ 1 2 3 1 2 3 4، وادي الخامس والسادس، 6 الوان من ان واي اكس. تقلي ما عملتلكوش قبل كده سواتشات على ارواج خالص، ده اول فيديو اعمل فيه ده. بصوا بقى اللون، شايفينه ده احمر او فوشيك، فوشيك بس ميتاليك. احمر ولا فوشن، شايفينه ايه مع الاضاءه؟ هو بيعمل شويه، يمكن بيلزق شويه، بس حلو. ايه رايكم في اللون؟
يا رب يكون اللون عجبكم. واخر واحد اللي هو الميتاليك اللي هو على ذهبي شويه، مش ذهبي، اوكسيديل مثلا 08، وده 08. هحاول اكتب لكم الحاجات دي في صندوق الوصف عشان لو حابين تجيبوهم او تجربوهم اونلاين تقدروا تشوفوه. ها شايفينه ده؟ شايفينه بيلمع ازاي؟ يعني لونين ضد بعض خالص، واحد على اوكسيدي واحد على فوشيك. بصوا ميتال ميتال ميتالز ميتالز يعني. لفتوا نظري جدا، ما عنديش حاجه خالص كده بتلمع. الواحد بقى لو عنده مناسبه او حاجه ممكن يحطها. وكده دي كل مشترياتي من نيكس الفتره الاخيره. هعمل لكم ان شاء الله بقى ريفيو كامل سويتشات على كل الارواج، وهعمل لكم ارواج تانية من مايبلين جبتها، ومحضره لكم حلقات تانية كتير للارواج فقط بكل الانواع الوحش والحلو، وهقول افضل واسوأ روج استعملناه سواء دراج ستور او هاي اند. استنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وما يكونش طولت عليكم. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي ايه؟ لايك وماشي زي بعض، واعملي لي كمان اشتراك. ما تنسوش اخر الفيديو تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وتعملوا شير لكل اصحابكم علشان يتفضلوا عندي في القناه. وبحبكم قوي، واشوفكم الفيديو الجاي.